السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحة الشباب؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الحمد لله. اليوم إن شاء الله راح نبدي محاضرتنا اللي هي صراحة تكملة لي يعني الفصل الأول اللي هي عبارة عن الانترودكشن، يعني لا نزال بالانترودكشن. وقبل لا أبدي أكو واحد عنده سؤال عن المحاضرة السابقة أو حتى اللي قبلها؟ طيب إذا ما عندكم سؤال فراح أبدي إن شاء الله. يعني إحنا بالمحاضرات السابقة تكلمنا عن تطور الكمبيوتر وعملية الكمبيوتينج، عملية العدوى، الحساب. اليوم إحنا راح نتبنى يعني خلال الكورس مالتنا وحتى الكورسات اللي تاخذوها بالمستقبل إن شاء الله هي شركة الانتل. فأريد من عندي الـ Evolution of Intel Family Microprocessors، يعني هل شركة هذه العملاقة اللي بدت من سنة 70 تقريبا، وحقيقة هي حتى شركة الـ AMD اللي هسه يعني بدأت تتنافس بشكل كلش كبير ويا شركة الانتل، هي أيضا من الشركات اللي ظهرت بنفس هذه السنة. يعني مثلا شباب، يعني احنا شوي عندنا مشكلة يجوز بكم المعلومات اللي قاعد توصل لكم حاليا. أريدكم تنتبهون إلى فد نقطة أساسية، وهي قاعد نلاحظ أنه يعني المايكرو بروسيسر ظهر بالسبعينات. يعني أنا اتفقت وياكم احنا نريد نفهم أكثر مما نحفظ. يعني على سبيل المثال لو يجيني واحد، سواء يعني هذا الشيء سؤال بامتحان أو سؤال عام، يعني يقول لك أنه شركة أبل على سبيل المثال ظهرت مثلا أو انتجت لي حاسبة سنة 40، هل هاي العبارة صح أم خطأ؟ أنت شو راح تقول؟ أنا مثلا ما حافظ كل الزين. لا، أنا ما أخذ مسألة حفظ وإنما أخذها مسألة فهم. أنا عرفت أنه مريت بمجموعة من الأجيال بالنسبة للكم يعني للكمبيوتر، بدينا من الأربعينات إلى حد ما وصلنا إلى هاي السنة اللي احنا بيها. أول ما بديت قلنا بالفاكيوم تيوب، وذكرنا أنه كمايكرو بروسيسر كمعالج فعلي وكحاسبة فعلية ظهرت بالسبعينات. فمن يجيني شخص يقول لي والله بالأربعينات شركة أبل أو شركة موتوريلا، أو حتى يعطيني شركة أنا مثلا ما سامع اسمها، يعني خلوا ببالكم احنا شقد ما قاعد ننطي معلومات هم ما نغطي كل المعلومات حقيقة اللي موجودة، لكن ننطي الأسماء الأكثر شهرة الأكثر تداولا، هذا اللي راح ناخذه حقيقة. فأبدي أنا أفكر بشكل منطقي، هل فعلا أكو معالج ظهر بالأربعينات؟ الجيل الأول مو معالج شباب، انتبهوا. الجيل الأول ما سمينا مايكرو بروسيسر، ليش قاعد يكون من تقرون أقرب بفهم وليس حفظ. الجيل الأول هذه إجابة مو صحيحة. ليش؟ لأن الجيل الأول سميناه بالفاكيوم تيوب. يعني أقول لكم ظهر فاكيوم تيوب بالأربعينات تقولوا لي صحيح، لكن أقول مايكرو بروسيسر، إحنا ليش قلنا نركز على الأسماء، نركز على كل جيل وشنو اسمه. الأول مثل ما قال الزهراء صحيح فاكيوم تيوب، الجيل الثاني ترانزستور، يعني أقول لكم ظهرت الترانزستورات بالخمسينات صحيح، لكن من أقول ظهرت بالستينات هم غلط. ليش؟ لأن بالستينات ظهرت عندي الانتجريتد سيركت، ما ظهر عندي معالج، ما ظهرت عندي حاسبة متكاملة بأوبريتنج سيستم وبالميموري، ظهرت فقط عندنا بالسبعينات. بأول السبعينات بدأت تظهر عندي ما يسمى بالمايكرو بروسيسر. فكان سؤالي يعني يجيني شخص يعني ينطيني فد يعني أو سؤال، حتى لو سؤال أنه هذا السؤال قاعد يقول لك أنه مايكرو بروسيسر لشركة معينة ظهر بالأربعينات أو بالخمسينات، مباشرة الإجابة المنطقية مو نتيجة الحفظ وإنما نتيجة الفهم والإدراك للمادة أنه هذا الشيء خطأ. ليش؟ لأن أنا بالسبعينات إلا بدت المعالجات تظهر تنعرف، وبالاستمرارية بدت التطورات قلنا إلى أن وصلنا إلى وقتنا الحاضر. فلهذا السبب يعني أريد فهم أكثر من الحفظ صراحة، لأن أنت من تفهم راح يتولد عندك الحفظ بشكل أوتوماتيكي، لكن من تحفظ ما راح يتولد عندك الفهم أبدا. فقلنا هسه راح نبدي بشركة الانتل. عندي شركة الانتل أيضا إلها مجموعة من البروسيسرات، هذه هم راح يشوفوها كثيرة، هم نوضح الشيء اللي نريده أن يعني أفهمه وأحفظه، وأكو أشياء تكون يعني ما إلها داعي صراحة، بس لازم نذكرها حتى تكون على بينة شلون قاعد يصير التطور. فقاعد يقول أنا حتى أقسم المايكرو بروسيسر، الشيء المشترك هو يكون عن طريق النمبر أوف بيتس أوف ذير ALU. هاي ALU أخذناها وقلنا هي عبارة عن Arithmetic Logic Unit. يعني هل Arithmetic Logic Unit هذه كم بت تعالجها بالدقيقة أو بالثانية حسب تطور وسرعة المعالج؟ هذه اللي راح أقدر أقول إنه المعالج مالتي هو 4 بت،
8 بت 16 بت. زين، هل فقط الـ ALU؟ لا، احنا ذكرنا انه انا المعالج عندي يحتوي على الـ Arithmetic Logic Unit ويحتوي على الرجسترات. فقاعد يقول من اقول لك N بت مايكرو بروسيسر، هذا يعني هذه الـ N بت هي تابعة للـ Arithmetic Logic Unit وتابعة الى الرجستر. على هالاساس عندنا شركة الانتل اقدر ان اصنف معالجاتها اعتمادا على الداتا، يعني هذه هم الـ N بت اسميها بالداتا وليس بالادرس. فعندي اول جيل ظهر هو الفور بت، بعدين الايت السكستين اللي احنا قلنا راح نركز يعني من حيث الكلام العملي عمليا راح نركز على السكستين بت، لكن اكيد انا عندي الثيرتي تو والسكستي فور مايكرو بروسيسر. اذا هذه هي خلينا نقول الاجيال، لكن هاي اجيال تابعة لمن هالمرة؟ تابعة لشركة الانتل فقط، انتل فاميلي. أول تطور، أول evolution of Intel processor هو ظهر سنة قلنا 71. ما تهمني السنة، تهمني أنه بدت بالسبعينات. بالسبعينات بدأ أول معالج اللي هو 4004، وأول سعة له هي كانت 4 بت. 4 بت هاي هنا هم ننتبه لها، 4 بت داتا أو من يسميها بالداتا بس. فنبدي ناخذ فشي مختصر نبذة يعرفني عن كل معالج. فأول معالج قلنا يتميز بالأربعة بت، هذه أربعة بت مباشرة. هسه من أسئلك هاي الأربعة بت شنو معناها؟ تقولي هذه هي الداتا بس، أي بما معناه أنه رقم أو عدد الأرثيمتيك لوجيك يونت اللي يقدر يعالجها عدد البتات هي أربعة. سعة الريجستر هو أربعة بت، يعني كم ديجيت؟ ديجيت واحد. ديجيت واحدة. ديجيت واحدة. بعد شنو اللي يهمني؟ دائما اللي يهمني يهمني سعة هذا المعالج، ويهمني المين ميموري إله. يعني إحنا هذا تركيزنا راح يكون بالنسبة لموضوعنا. أجي أشوف هنا المين ميموري إيش قد منطينيها، قاي اللي هي 4 كيلو بايت. 4 كيلو بايت من الميموري أنا دائما راح أستنتج ما يسمى بالأدرس بس. واحنا عرفنا البصز اللي راح يشتغل عليها المعالج، قلنا الداتا بص والادرس بص والكنترول بص. الداتا عرفناها ايش قد قيمتها، قيمتها 4 بت. الادرس بص دائما استخرجه من المين ميموري. ايش قد تتوقعون هسه الادرس بص؟ الادرس بص راح يكون كالتالي، اجي اشوف القيمه اللي منطيني اياها، ايش قد منطيني؟ منطيني 4 كيلو. كنا نعرف انه الكيلو هو عبارة عن 2 للأس 10. تبقى عندي هاي الاربعة، الاربعة دائما احولها لاثنين للاساس الاثنين. ليش؟ لان انا قاعد اشتغل على 0 1، هذا هو الاساس. فراح يكون عندي 2 للأس 2، وبيناتهم اكيد عملية الضرب. فاش قد راح يكون عندي؟ يكون عندي 2 للأس 12. هذا الاس وليس الاساس، الاس هو اللي راح يمثل لي ما يسمى بالادرس بس. فهسه صار واضح عندي دائما هو تركيزه من يقول لك هذا المعالج نوعيته 4 بت، اذا هذه هي الداتا بس. الادرس بس احيانا يقول لك انه هذا المعالج هو عباره عن 12 ادرس بس، واحيانا لا ينطيها بطريقه مختلفه، هو ان يقول لي انه المين ميموري لها هي عباره عن 4 كيلو على سبيل المثال. فانا ابدي استنتج هاي ال 4 كيلو ايش قد تساوي، معناتها تساوي لنا 12 ادرس بص. بما معنى يعني انا لو عندي هذه ذاكره واريد ادخل الادرس بص لها، راح يكون الاي من 0 الى الاي 11 اذا تتذكروها بماده التصميم المنطقي. يعني انا معناتها عندي 12 لاين، راح لاين اللي سميناه ايضا بص راح يدخل الى الذاكره، وبالمحصله هي راح ينطيني 4 كيلو بايت، هذه عدد العناوين اللي راح استخدمها بالنسبه للذاكره. زين، هذا اول جيل اللي يميزني ب 4 بت وسعة الذاكرة هي عبارة عن 4 كيلو. ينطيني بعض المعلومات، هاي المعلومات أنتم ما مطالبين بحفظها، بس حتى نشوف التطور شلون راح يصير. إنه عدد الانستركشنز، خلوا بالكم كل معالج راح يتميز بشيء يسمى بالانستركشن سيت، يعني إلى مجموعة من الانستركشن. من يجي ينطيني المعالج ينطيني وياه داتا شيت، يعني إذا أنا مو مستخدم عادي وإنما أهتم ببنية المعالج بالاركتكتشر والكمبيوتر اورجنايزيشن إله، لازم أعرف المعالج مالتي كم انستركشن يحتوي، أي إيش قد عنده قدرة، يعني قدرة الأداء مالته، البيرفورمنس أداءه
ايش قد راح يقدر يسوي لي عمليات حسابيه ومنطقيه. او حاليا احنا بدينا بما يسمى بالجرافيكس انترفيس يونت، يعني ايضا عندي هاي الجيمينج وهاي التطبيقات المختلفه، ايش قد عنده القدره على ان يؤدي هذه العمليات. سابقا واحنا بادين بعدنا بالبدايه عندي فقط 45 اعاز للترانزسترات اللي تم استخدامها بهذا المعالج، هي 2300 اللي همنا ايضا نوعا ما الكلوك. الكلوك لان هذا شنو يمثل لي؟ يمثل لي سرعه تناقل البيانات اليه. يعني هسه من اريد احصل، قاعد يقول لي الكلوك هذا هو 108 بس انتبه كيلو هرتز. احنا هسه قاعد نتكلم بالجيجا، يعني احنا هسه راح نوصل الى، من نوصل للكور اي 9 القاه عباره عن 5 جيجا هرتز. فشوفوا الاختلاف وين بدينا وين صرنا. زين، هذه هي من حيث الكلوك. اذا اريد التردد شلون احصل على التردد؟ شلون احصل على التردد؟ هو منطيني هنا انه الكلوك يعني البص سايكل بما معناه النبضات مالته 108 كيلو هرتز. نفس الشيء، هي حاليا نفس الشيء، بس اذا منطينياها بالزمن اقلبها واحصل على بالضبط هي نفس الشيء. ليش هنا بما معناه هو منطيني التردد الكلوك النبضات منطينياها بزمن معين، هذا الزمن هو محصل لي الى الفريكوانسي. دائما شباب العلاقه ما بين خلينا نقول التايمينج والفريكوانسي، يعني هو اما ينطيني اياها بالعكس يعني يقلبها حتى احصل على الفريكوانسي، او ينطيني القيمه بالتردد المطلوب. تمام، بعدها ظهر لي جيل او يعني معالج حقيقه ثاني اللي هو ال 88. ال 88 ظهر ال 72، قلنا مو مهم السنه لان هي كلها بالسبعينات، هنا أنا راح تكون هذه ال 88 وال 86. لكن اللي يهمني منه انه قاعد يقول لي هذا المعالج هو عباره عن 8 بت، يعني هاي 8 بت المن تشير الداتا باس بالضبط، تشير الى الداتا باس. يعني معناته شنو؟ انا هنا أنا عندي الريجسترات اللي راح تشتغل على هذا المعالج راح يكون سعتها ايش قد؟ راح يكون سعتها بايت. بايت اللي هي معناتها 2 ديجيتس، وهي معناتها عباره عن 8 بت. زين، اجي للشيء المهم الثاني بالنسبه لي اللي هي الميموري. هنا عندنا الميموري ايش قد راح تكون عندنا؟ الميموري حسب هذا النوع قاعد يقول هو عباره عن 16 كيلو بايت. زين، اريد اطلع هسه الادرس، اريد اطلع قيمه الادرس بس. ايش قد الادرس بس؟ اكو واحد يقدر يقول لي اياها ايش قد راح تطلع؟ نعم 14 2 اس 8 14. شهد، شهد علاء قولي لي 2 أس 14 يعني 14. ليش 14؟ هسه نجي نشوف ليش جتي وصارت 14. انا عندي هنا هي بالحقيقة عبارة عن 16 كيلو. الكيلو عرفناه هو عبارة عن 2 للأس 10. ال 16 شن هي؟ حولت النيا شهد الى 2 للأس شقد؟ للأس 4، مو 2 للأس 4 هي 16 فعلا. فمن اجي اضرب القيمة راح احصل انا الى انه عندي قيمة 4 زائد 10، هي راح تكون عندي فعلا 2 أس 14. فالأدرس بص هنا عبارة عن 14 بت، يعني اتطورت من 12 تحولت المن تحولت الى 14. عدد الرجسترا عدد الانستركشن زاد بمقدار بسيط جدا مثل ما قاعد تشوفون. التردد زاد نوعا ما، كان عندي 108 صار هنا حدود. يعني خلوا بالكم هم تظهر مجموعة من الفيرشنات، يعني اكو من يشتغل على 500، اكو من يشتغل على 800، لكن انتبه لا يزال هو بالكيلو هرتز، لا يزال بالكيلو هرتز. بعدها ظهر عندي ال 88 طبعا ايضا انتل سنة 74، لكن اشوف انه لا يزال المعالج مالتي الداتا بس الى 8 بت. زاد عندي هالمرة منه، شوفوا دائما قاعد يزيد بالمين ميموري، الذاكرة دائما تزداد من جيل الى جيل قاعد تزداد. وشوفوا عملية الزيادة هنا صارت مو قليلة، يعني هنا كان عندي 4 صار 16، يعني مو فارق كبير، لكن هنا 16 صارت 64. بالمحصلة عندي عدد الترانزسترات أيضا زاد، التردد صارت بي قفزة نوعية، يعني صار بدل ما هو 800 صار عندي 2 ميجا هرتز. فحقيقة هنا تحولنا إلى الميجا. هنا ايش قد راح يكون عندي الداتا بس؟ 4، هنا قلنا الداتا 8، الأدرس بس ايش قد؟ 16
2016 ففعلا راح يصير. فهذا هو يعني المطلوب من عندكم، فهذا هو اللي نريده، وانه تفتهمه وتستوعبه، حتى لو انطيك بروسيسر افتراضي يعني حقيقة غير موجود، وانطي فد رقم معين، فصار واضح شلون اقدر اعرف قيمة الداتا بس وقيمة الادرس بس. فهذا هو المطلوب من عندنا. اللي بعده حقيقة راح نجي الى معالج مهم، مهم لعدة اسباب. اولا اهميته لان هو لسنوات قريبة صراحة تم استخدامه، يعني استخدامه حتى بصنع الموبايلات، حتى استخدموه بصنع الأقمار الصناعية التاب. يعني هذا المعالج اللي هو الـ 8086 والـ 8088 اثنيناتهم، يعني ليش احنا راح ندرسهم بالمختبر، يعني قريب جدا للمعالجات الحديثة. لكن الاختلاف انه يبدون يزيدون كل فترة وفترة فالتقنية معينة، الزيد السرعة، الزيد امكانيات الذاكرة، وراح نشوف هذا الشيء. فلهذا السبب اشوف راح نهتم بشكل كبير بالـ 8088 والـ 8086، ودائما راح نذكرهم بهذا الشكل 8088 ونحطهم 8086. ليش؟ لان هسه نشوف السبب. اول شيء ظهر عندنا الـ 8086، ظهر سنة 78 وبعده لحقه مباشرة بسنة الـ 8088. ليش؟ هسه نشوف. اول واحد ظهر بسعة الداتا بس الى 16 بت، اذا هو زاد هالمرة، سابقا كان عندي 4 تحولت الى 8 وصلنا هسه الى 16 بت، يعني بما معناه الارثمتيك لوجيك يونت وعندي الرجسترات كلها راح تشتغل على 16 بت، اذا الامكانية تطورت. لكن هنا راح يظهر عندنا فد شيء شوية مختلف عن المعالجات السابقة. يقول انه هذا المعالج بالنسبة للـ 8086 16 بت internal and external data bus، يعني داخليا وخارجيا هو عبارة عن 16 data bus. لكن الـ 8088 يعني من سووا internal هو عبارة عن 8 بت و external هو عبارة عن 16 بت. هذه شنو معناها؟ هاي الراد لها انه نفهم شنو المقصود بهذا الكلام. بالمختبر إذا تتذكرون من إجينا عرضنا قلنا إنه أنا هنا راح يظهر لي فد عنوان معين وهنا أوفسيت، وبعدين يعني قلنا هذا الجزء شنو أسميه، هذا الجزء أسميه باللوجيكال أدرس، خلي نسميه هسه بشكل عام نسميه فقط أدرس. وبعدها راح تظهر عندي بيانات فد قيم معينة، تذكروا هاي شباب هاي الفقرة؟ نعم. طالما تتذكروها هذه هي اللي راح هسه تميز لي شنو اقصد بال16 بت وال8 بت. انا حاليا ايش قاعد اقول انا قاعد اشتغل على معالج، هذا المعالج امكانيته هو 16 بت، وقاعد اقول انه ال8088 وال8086 كانما اثنيناتهم هم معالج واحد. زين شنو اللي قاعد يميزهم؟ اللي يميزهم ترى هي هاي النقطه، انه الداتا بس يعني هم اثنيناتهم يشتغلون 16 بت، نياناتهم يشتغلون 16 بت ما عندهم مشكلة. ليش؟ لأن احنا شفنا على سبيل المثال الـ AX اللي هو أحد الرجسترات اللي موجودة بهذه المعالجات كانت سعته عبارة عن 16 بت، ماكو أي مشكلة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذا المعالج الأول اللي هو الـ 8086 internal external 16 بت، الـ 8088 لا internal. إيش قاعد أشوف؟ قاعد أشوف البيانات ما عرض لي إياها بهذا الشكل، يعني ما عرضها إلي بشكل 16 بت، وإنما عرضها على أساس بايت بايت، يعني معناته هو داخليا internal قاعد يشتغل على أساس أنه هو فقط 8 بت داخليا، عمل الداخلي قاعد يقسم سعة الـ 16 إلمن إلى فقط 8 بت. لكن خارجيا يعني من يجي عالج البيانات ويكمل ويريد يربطها على سبيل المثال أو ينقل المعلومات إلى الشاشة أو يريد ينقلها إلى طابعة أو ينقلها إلى أي جهاز خارجي، راح ينقلها عن طريق الـ 16 بت. زين هم يرد سؤال، ليش سووا هيك؟ يعني شنو اللي دفعهم إلى أنه طالما أنا قاعد أشتغل بمبدأ، شنو هو المبدأ؟ المبدأ أنا قاعد أبدي بزيادة الأمور، زيادة الداتا باص، زيادة الأدرس باص، زيادة الفريكوانسي. يعني شوفوا هسه التردد هنا صار عندي صار 5 ميجا هرتز. الذاكرة ايش قد عندي هنا؟ الذاكرة من ساعة ايش قد كانت عندنا سابقا؟ الذاكرة كانت سعتها فقط 64 كيلو بايت، زادت هنا صارت عبارة عن 1 ميجا بايت.
وهنا واضحة الواحد ميجا بايت انه هي قلنا 2 للأس 20، فبالمحصلة انا راح يكون عندي 20 بت، هذه هي الادرس بس بالنسبة لهذا المعالج. فهنا لحد هاي النقطة انا ما عندي مشكلة من حيث الزيادة، الزيادة مستمرة بشكل معين. بس قلنا شنو اللي دفعهم الى انه يسوون هاي العملية؟ ليش صار عندي internal واكسترنال؟ خلي نشوف. طبعا هم ظهرت مبادئ جديدة اللي هي segment registers، هاي يعني المعالجات اللي قبلها ما تحتوي على segment. segment register هم اذا تذكروها بالمختبر اخذنا data segment واخذنا code segment والextra segment، هذا هو المقصود. وعندي اخر وحدة اللي هي عندي stack segment، هذه اللي يقصد بيها بالsegment registers. والميموري سيجمنتيشن يعني انه يجي يقسم الذاكرة الى مجموعة من المناطق، يعني هذا مفهوم جديد ظهر ضمن هذه المعالجات. وظهر عندنا مفهوم اخر يسمى بالبايبلاين. البايبلاين حقيقة هذا المفهوم ظهر ضمن هذا المعالج. شنو معناه؟ احنا بالغالب انا قاعد اقول معالج، يعني شنو معالج؟ المعالج معناته راح يسوي العمليات التالية. اول عملية يسميها بالفتش، الفتش يعني جلب الايعاز، اللي بعدها يسميها بالاكسكيوت، اي انه ينفذ الايعاز. هاي العمليات اللي راح يسويها المعالج، جلب ايعاز وتنفيذه، وبعدين ينقله للجهة اللي مطلوبة. كانت العملية تستمر بهذا الشكل، يعني يجلب الايعاز الاول وينفذ الايعاز العفو الاول، ويجلب الإعاز الثاني وينفذ الإعاز الثاني، وهكذا. كم عدد الإعازات اللي ينفذها بالثانية أو بالدقيقة، هاي هي اللي راح تقيس كفاءته. هاي المعالجات القبل الـ 8088 أو الـ 8086. هنا نقول ظهر عندي مبدأ البايبلاين. وإحنا شباب خلوا بالكم، وإن قاعد ناخذ كمية من المعلومات، بس هاي كلها نرجع لها بالتفصيل، واللي ما ناخذه إحنا بهذا الكورس أنتوا تاخذوه بالكورسات اللي ذكرت لكم إياها، سواء Operating System أو Micro Processor Interfacing أو Embedded System او الكمبيوتر اركيتكتشر. احنا هنا مضطرين ان نغطي كل هاي المواضيع حتى ما تكون عندك فد موضوع مبهم او عبارة مبهمة. فعندنا البايبلاين شنو اللي ظهر بي؟ ظهر يقول لك انه انا خل استفاد من الوقت، احسن ما انا انفذ اجلب وبعدين انفذ، لا خلي بنفس الفترة الزمنية اسوي التالي. يعني حاليا جلب الايعاز الاول، وبنفس هاي الفترة شو راح يسوي؟ من يجي ينفذ الإعاز الأول بنفس الفترة يجلب الإعاز الثاني. بعدها شنو يسوي؟ هنا جلب الإعاز الثاني، شو راح يسوي؟ المفروض ينفذ الإعاز الثاني وبنفس الفترة يجلب الإعاز الثالث. هذا المبدأ يسموه بالبايب لاين، وناخذ إن شاء الله بالتفصيل بالمحاضرات القادمة. بس هذا مبدأ جديد، يعني هنا اللي ظهر، ظهرت عندي ما يسمى بالميموري سيجمنتيشن، مسألة تقسيم الذاكرة، والبايبلاين يعني أنه أشغل المعالج بعمليتين بنفس الوقت. نرجع هسه إلى معنى أنه شنو قصد بالإنترنال والإكسترنال. يقول لك أنه أول ما صنع الحاسبة مالته أخذ معالج الـ 8086 وهو عبارة عن 16 بت internally واكسترنالي. شباب هاي واضحة الانترنالي والاكسترنالي، يعني انه الداتا بس اتعامل وياها داخليا وخارجيا 16 بت. واضح المفهوم؟ واضح. نعم دكتور. ان شاء الله. ايش قاعد يقول؟ بما معناه يعني all registers and data bus راح تحمل البيانات input output الى المعالج 16 بت. هاي احنا هم فهمناها. ايش قاعد يقول؟ يقول ذيك الفترة الزمنية that time all the peripherals. شنو هذا البريفيريالز؟ بالضبط. هذه عبارة عن، احنا قلنا بعد ما نقول input output device يرادفها كلمة البريفيريالز. يعني يقول بذاك الوقت بذيك الفترة الزمنية كانت أجهزة الإدخال والإخراج المصممة هي عبارة عن 8 bit. يعني احنا دائما هي شركات تسعى إلى أنه تنطيني منتجات أسرع أفضل، صحيح؟ فهم فكروا بهذا الاتجاه، كان اتجاه صحيح مو خاطئ. لكن من إجوا إلى أرض الواقع يقول لك أنه كل الأجهزة اللي موجودة هي عبارة عن 8 bit. زين أنا من أجي أوفر هسه معالج وبالتالي حاسبة ضمن سعة 16 bit، يعني معناته أنا أضطر إلى أن، يعني شلون هسه احنا نقول من أريد أوسع فد أشياء معينة أو أطور أشياء معينة بحاسبتي، بالغالب أضطر إلى أن أغير المذربورد، خاصة إذا أريد أسوي يعني تطورات شوية كبيرة، ليش؟ يعني حتى تتوافق مع ما موجود.
هذه تكون بها تكلفة. فهنا هم همين سووا المعالج، ومعالج ممتاز صراحة، لكن المشكلة اللي واجهوها أجهزة الإدخال والإخراج عبارة كانت عن 8 بت، يعني بما معناه الإقبال على هيك حاسبات ما راح يكون إقبال جيد. فها شنو قاعد يقول لك؟ It was expensive to build the PCB. هذه هي اختصار لما يسمى ب البرنتد سيركت بورد، يعني بما معناه ان البوردات السابقة اللي كانت مصنوعة من هالأجهزة كلها عبارة عن المفروض 8 بت. من اجي ارجع انا اطبع بوردات جديدة، اجهزة ادخال اخراج جديدة سعتها 16 بت، هنا صارت تكلفة. تكلفة معناتها يتوقعون البيع ما راح يكون بالمستوى المطلوب. فشنو فكرت الشركة؟ مباشرة فكرت انه تنتج معالج مشابه تماما للـ 8086، لكن ان يكون، شوفوا identical يعني مماثل إلى تماما، لكن ان يكون هو externally عبارة عن 8 bit، وانترنالي راح يكون يعني بما معناه انه شغله الداخلي، العفو شغله الداخلي يكون 8 بت، لكن الخارجي راح يكون 16 بت بحيث يمكن ان يتواصلوا وياه. يعني بما معناه موفر لي سعه ال 16 بت، لكن تعامله مع اجهزه الادخال والاخراج راح تكون هي عباره عن 8 بت، يعني كانما انا ما راح اضطر الى تغيير يعني اذا اريد نسميه حاليا ما اضطر الى تغيير المذر بورد، ولا اضطر الى تغيير اي جهاز ادخال اخراج بحيث اغيره الى ما هو حديث، ابقى بنفس امكانياتي القديمه، لكن انا قاعد استخدم سعة عالية. لهذا السبب اشوف يعني دائما راح يظهر الـ 8088 ويا الـ 8086. ليش؟ بسبب هذا الشيء اللي صار. هم شباب احنا راح ناخذها بس مثلا اذا اكو واحد بيكم عند اطلاع، اول ما ظهر الكور اي 7 لول 3 لول 5، عندكم اطلاع بهذا الموضوع لو نخليه بوقت نشرحه؟ لا ما اطلع كلهن سوا، هسه ان شاء الله نشرحن، اذا هسه بعد شويه ان شاء الله نشرحن. لا ما اطلع شباب، من حيث سنه الظهور هم اختلفت. اول ما ظهر السفن، اول ما ظهر السفن، بعدين زين احنا اوتوماتيكيا زين ظهر السفن يعني هو الاعلى مستوى، وبعدين ظهر الثري، يعني نفس المبدا، يعني تقريبا وقعوا بنفس الفخ، وهو انه سووا السفن لقوا انه السفن يعني هم بتصنيعهم اغلى، الإقبال عليه مو كلش قوي، فاضطروا إنه ديش، لأن يعني مو كل المستخدمين للحاسبات أريدها يعني هي هاي ليفل، يعني أنا أريد مثلاً بعضهم أنه يتصفح، أنه يستخدمها للوورد، فبالمحصلة اضطروا إلى أنه يستخدمون معالجات هي جيدة لكن أقل كفاءة من الكور آي 7. ليش؟ حتى تبدي عملية البيع تكون أكثر من الشكل اللي خلينا نقول اللي صارت مع السفن. ليش؟ لأن هم أول ما يظهر المعالج هو ترى بحدود $1000 وهكذا، لكن من يجيني هذا 300 200 250 يصير الإقبال عليه أكثر. فبعدين ظهر عندنا الكور آي 3 والكور آي 5. ليش؟ حتى يوفر فد مبالغ بسيطة بالنسبة خلينا نقول إلى المواطنين العاديين. فنفس الحالة هنا همين شفنا انه شركة الـ IBM اختارت الـ 8088 ما اختارت الـ 8086. ليش؟ حتى تصنع الحاسبة مالتها اللي هي الـ IBM PC. ليش؟ حتى تكون متوافقة مع ما موجود بالسوق، ويكون عملية شرائها يعني اسهل وارخص صراحة. فهسه شباب واضح هذا المبدأ؟ يعني احنا هسه اللي نريده بالنسبة لهذا المعالج انه افهم انه هو عبارة عن 16 بت internally externally بالنسبة لل 8086، لكن ال 8088 راح يكون هو حقيقة internal داخليا 8، خارجيا راح يكون 16، بس ال 16 ترى راح يطلعها 8 bit 8 bit، خلوها ببالكم، خاف واحد يقول زين احنا سوينا هنا، راح يطلعها على اساس دفعتين. راح بعدين من ندرس موضوع يسمى بالبص سايكل، اذا هذا يحتاج الى سايكل وحدة دورة واحدة هذا راح يحتاج دورتين. ليش؟ لأن يضطر إلى أن ينقل معلوماته بدفعتين وليس دفعة واحدة. فهسه شباب واضح هذا المبدأ؟ شوية احنا زيدنا الكلام عن الـ 8088 والـ 8086 لأهميته. واضح دكتور، بس هذا الدفعتين ما راح يصير داخل الزمنية يعني؟ راح يصير، بس احنا هنا دائما يعني يفكرون بالتكلفة، ما يخالف خلي تصير يعني ترى هي بالثواني بالملي وتقل بالنانو بعدين، بس يعني
تكلفة، يعني أنت ما راح تحس بهذا التأخير البسيط جدا مقارنة من تيجي تدفع، يعني بدل ما طبعا هي أكيد المعالجات كانت غالية بوقتها، لكن بدل ما أنت تدفع خلينا نقول $500 أنت راح تدفع 100، الخسارة اللي راح تخسرها تكون قليلة. فيعني الفترة الزمنية هنا كل شيء كأنما إلى حقيقة حساباته اللي يفكرون بيها. بعدها ظهر عندنا جيل أو يعني معالج جديد، هذا شباب شلون نقرأ؟ هذا نقرأ 82 86، يعني هنا راح تظهر عندي. هو شوفوا عملية الظهور، يعني أول واحد نقدر نعتبره، يعني إذا نريد نبدي بما معناه بال 86 وال 88 لأن هو الأكثر أهمية، يجي لك هنا تصور كأنما أكو صفر، لأن اللي بعده وإحنا هسه ما ذكرناه لأن حقيقة هن جدا معالجات كثيرة 81 86، لكن هو مشابه لل 88 وال 86. بعده ظهر عندي ال 82 86، هذا اللي قاعد نشوفه هسه حاليا ونشوف مواصفاته. اللي بعده قاعد يشوفون هم أقول 83 86، اللي بعده 84 86، شوفوا باقيين محافظين على 86. ليش؟ لأن قلنا لأهميته صراحة رغم يعني التطورات اللي موجودة. بعدين اخذوا تسمية أخرى سموه بالبنتيوم، خلينا نبقى على ذنيها حاليا. هناش قاعد أشوف عندي لا يزال 16 بت، هذه هي الداتا بس، وانتبه هنا أيضا external وinternal هي عبارة عن 16 بت. هنا هسه من اتطور سوق العمل وبدت تظهر لي البريفيريالز، يعني هسه شافوا هاي هذا الخطأ اللي صار، إذا مباشرة اتجهوا إلى إنتاج الانبوت اوتبوت ديفايسز أن تكون 16 بت 32 بت حاليا 64 بت 128 بت، حتى شنو بعد أنا ما صير عندي مشكلة من أطور المعالج مالتي ما تواجهني هاي المشكلة اللي موجودة بالنسبة للانبوت اوتبوت ديفايسز. الذاكرة صارت عندي شقد؟ صارت 16 ميجا، هنا عندنا 16 ميجا اللي هي الميموري أو المين ميموري. ترانزستورات أيضا اضاعفت، قاعد نشوف طالما هي 16 فال16 شنو تمثل لي 16 ميجا، انتبه لهنا مو 16 كيلو، قاعد يقول هي عبارة عن 20 أدرس بس. أعتقد هاي المسألة صارت واضحة، السبب ليش 20؟ لأن أنا عندي حاليا الميجا هي 2 للأس 20 وعندنا 16 هي 2 للأس 4، فبالمحصلة فعلا هي راح تصير 24 بت سعة هذا الريجستر من حيث الأدرس بس. التردد ازداد، لكن خلينا نشوف شنو اللي ظهر بعد عندنا من تقنية. ظهرت يقول لك تقنية تسمى بالمالتي تاسكينج. شنو مالتي تاسكينج؟ يعني المعالج إلى القدرة على أن يؤدي عمليتين أو أكثر بنفس الفترة الزمنية. يعني شو من هسه أنت الحاسبة تفتحها، هل تفتح فقط يعني سابقا أقدر أسوي شيء واحد، أفتح برنامج واحد، ما عندي إمكانية أفتح برنامجين أو ثلاثة. هسه يعني أي معالج حتى اللي هو بالنقال تقدر تفتح لك برنامجين وثلاثة وأربعة بكل بساطة، فهذه هي المالتي تاسكينج. بعد ظهر عندي مبدأ الريال مود والبروتكتد مود، وهذا كله يعني حقيقة تابع إلى أنظمة التشغيل، وهذه اثنيناتهم ناخذهم بالتفصيل بس نفهم شنو اللي قاعد يصير. قاعد تظهر عندي أمور جديدة. اللي بعده زادت السعة، يعني هنا صارت معناتها عندي عند الـ 83 86 بدأت تتطور المعالجات، صار عندي الداتا باص هنا هو حقيقة 32 بت، وبالإضافة إلى أنه الميموري صار عبارة عن 4 جيجا. 4 جيجا يعني معناتها شقد الأدرس باص هنا؟ شقد الأدرس باص؟ هذه هي 4 جيجا. الجيجا شقد؟ الجيجا 32، وهذه شقد؟ 2 أس 2، فبالمحصلة شقد راح يصير عندي 2 للأس 32. معناته أنا عندي هذا المعالج الداتا بس الأدرس بس هو عبارة عن 32 بت. أكيد تضاعفت عندي الترانزستورات، التردد بدل ما كان 6 أيضا تضاعف، صار عندي قد يكون فيرشن يشتغل على 12 فيرشن يشتغل على 33، وتظهر دائما مجموعة من الإصدارات. يعني هنا اكو اصدار، يعني شوفوا شباب هاي مو حفظ خلوها ببالكم، هذه مجرد تطلع عليها، يعني احيانا تلقى ال 83 86 ويما دي اكس او يما اي اكس او يما اي رمز معين، هذه اصدارات اصدارات، وكل اصدار يظهر، يعني مثلا هذا الاصدار ظهر ويا الكاش، يعني كانت الكاش غير موجوده.
بعد هنا أنا مثلاً يقول لك هذه المعالجات استخدمت بصناعة بعض الموبايل اللي منه البلاك بيري إذا سامعين به، والنوكيا. النوكيا أعتقد شركة لا بأس بيها، بس ما أعرف ليش تراجعت. سامعين بهن شباب هاي البلاك بيري والنوكيا؟ فهذا المعالج يعني أيضا استخدم بصناعة يعني بعض أنواع الموبايلز. فاللي يهمني يعني أكثر شيء اللي يهمني إنه أعرف، خلينا نقول هذا المعالج هو أول معالج بدأ بال 32 بت من حيث الأدرس بس، و 32 بت من حيث الداتا بس. هذه البقية مجرد أطلع عليها حتى يعني أكون أنا عارف شنو اللي قاعد يصير. بعدها أيضا ظهر لنا معالج جديد وبنفس المواصفات، لكن إحنا قلنا كل معالج لازم يضيف لي فد شيء، لازم أكو إضافة جديدة. يعني هناك بدأ يستخدم الكاش، هنا أنا بدأ يستخدم هذا اللي هو الـ 8486، بدأ يستخدم ما يسمى بالفلوتينج بوينت ماث كو بروسيسر. يعني إحنا قاعد نشوف التردد قاعد يزيد بشكل أوتوماتيكي، ما أدقق أنا الزيادة شقد راح تكون، لأن هذا مو شيء حقيقة يعني منطقي، بس أعرف إنه بدأ من الكيلو، إحنا هنا وصلنا إلى الجيجا. زين، شنو نقصد بالفلوتينج بوينت ماث كو بروسيسر؟ المعالجات السابقة ما كانت تقدر تعالج، خلينا نقول من أجي أخذ رقم على سبيل المثال بعد الفارزة، وإذا تعالجها تعالجها ببطء. فبدوا يفكرون بهذه المشكلة، فظهر عندي أنه يضيف لي معالج إضافي. يعني هذا المعالج أضيف له إضافة خارجية، بما معناه أسميها بالفلوتينج بوينت يونت. فلوتينج بوينت يونت الهدف من عدها هو عبارة عن قلنا بروسيسر، هذا الشيب نسميه بالماث شيب، الهدف من عنده أنه كان بيرفورم هاي ليفل ماثماتيكال أوبريشنز، اللي هن يعني إذا كانت عندي قسمة طويلة، دوال مثلثية، روت، لوغاريتم معينة، هذه الأرقام اللي ما تطلع بالشكل البسيط، بالغالب أرقام تكون معقدة، ضافوا لها ما يسمى بالفلوتينج بوينت. وهسه إذا بعضكم سامع مثلا يقول لك أنه أنا الحاسبة أقيسها بما يسمى بالفلوبس، هذا مو فلوب فلوب مو صحيح. هاي الفلوبس هو اختصار للفلوتينج بوينت أوبريشن بير سكند، يعني أنه المعالج مالتي شقد عنده القدرة على أن يعالج العمليات، هذه هي اللي يسمي لك إياها بعد الفارزة بالثانية. فإذا سامعين بهذا المبدأ، أو خاصة هو يعني من نجي نتكلم عن المعمارية عن الأرشيتكتشر، هذا جدا مهم. يعني هسه الكل يتنافس في هذا المجال، شقد عنده القدرة على المعالجة، لكن المعالجة لما بعد الفارزة، بحيث يقول لك هنا من نضاف هذا الكوبروسيسر، هذا البروسيسر الإضافي لهذا الجيل، صار عنده القدرة على أنه يعالج العمليات بسرعة 10 إلى 100 ضعف عن المعالج العادي. يعني من نضافة هاي الإضافة صار عندي سرعة إضافية. ومنطق ملاحظة أنه تنتبه دائما هذه تهتم للأرقام اللي هي بعد الفارزة العشرية، يعني الأرقام مو الانتجر، نون انتجر نمبر، الأرقام الكسرية بما معنى. فاللي يميز هذا الجيل هو إضافة الفلوتينج بوينت ماث كو بروسيسر، يعني هذا اللي يميزه، وهذا خلينا نقول اللي يهمنا. الكاش سامعين بيها، الكاش حقيقة هي تمثل فد ذاكرة تنحط بمكان، الهدف من عندها حتى تكون عندي فاست ستورج اريا، حتى أقدر أخزن بشكل سريع، لكن الخزن ما راح يكون دائمي، أيضا راح يكون هو مشابه إلى الرام. يعني قاعد يقول لك أفرض أنه هنا هسه هذا الشكل يوضح لي أنه أنا عندي هنا هارد وعندي هذا هو السي بي يو، الهدف أنه المعلومات تنتقل من الهارد إلى السي بي يو. إيش ضافوا؟ ضافوا الكاش، والكاش نوعيتين، أما أن تكون ما يسمى بالديسك كاش أو الرام كاش. الديسك كاش هذا الشكل يوضح لي أنه المعلومات تتناقل من الهارد إلى ما يسمى بالديسك كاش، وتروح المن تروح إلى الرام، بعدين من الرام تنتقل إلى ما يسمى بالرام كاش، وبعدين تنتقل إلى السي بي يو. راح تقولوا لي أكو تأخير زمني، أكو تأخير زمني، لكن أكو سرعة يعني حقيقة مو طبيعية. لأن أنا من أجي هسه على سبيل المثال أوقف بالطابور، وأنتوا أخذتوا مبدأ الكيو طابور معين، وأنتظر شوم الساعة من أقول أجيب الإعاز، فتش الإعاز الأول، إكسكيوت الإعاز الأول، بعدين فتش الإعاز الثاني، إكسكيوت الإعاز، فأنا أضطر هذا السرة ما أقدر أخربطه، هذه إعازات، هذا معالج، هذولا مو بشر يقدرون يخربطون ويرحون بكيفهم، لا، الأمور متسلسلة، لازم كل إعاز راح يتنفذ بهالسيكونس هذا. لكن أنا من أقدر هسه حاليا أخذ المعلومة أخليها بالديسك كاش،
على ما تتعالج هنا، يعني على ما هنا اكو فترة زمنية قاعد تتعالج بها البيانات، بنفس هاي الفترة اكو بيانات اخرى قاعد تتعالج بالرام كاش. على ما توصل للمعالج، يعني بحيث انا قاعد استغل نفس الفترة الزمنية بمعالجة اكثر من معلومة. صح اكو تأخر، لكن هذا التأخر هم مفيد، يعني مثل ما انت لو عندك القدرة على ان تدرس قلنا مادتين بنفس الوقت، يكون الفهم أكيد بطيء لأن يعني هذا راح يأثر نوعا ما، لكن الإنسان لو عنده هاي القدرة أنه بنفس اليوم يقرأ مادتين ويقدر يجاوب على هاي المادتين، أبسط شيء أنه أنت تمكنت مثلا بالامتحان راح تمتحن لك امتحانين بنفس اليوم. أنت محتاج إلى دراسة أعمق، محتاجة إلى تركيز أكثر، لكن كل شيء إلى أدفانتج ما يسمى والديس أدفانتج. فهنا أيضا عندنا هذا المعالج هم عنده مجموعة من الفيرشنات، فهاي الرموز إذا شوفوها يقول لك بأنه عندك الـ SX والـ DX2، هذه مجرد فيرشنات إذا شفتها بالنسبة للـ 84-86 يعني بعض الإضافات، معناتها هذه فيرشن كل واحد إلى فد زيادة معينة أو أنه التردد يختلف من واحد إلى الثاني. بس أرجع وأكرر، اللي يهمني أعرف سعته وأعرف أنه شنو نضاف لكل نوع من الأنواع اللي موجودة. بعدها قلنا إحنا انتقلنا يعني هسه هنا من الـ 8086 1 2 3 4 حبوا أن يغيرون بالتسمية، سموا اللي بعده بالبنتيوم، يعني بالتسعينات ظهر عندي البنتيوم، والبنتيوم هذه ما أخذها من كلمة بنتا، وبنتا هي يعني باليوناني أو اللاتيني نقصد بيها الشيء الخماسي، شون البنتاغون فد بناية خماسية. فهنا شنو عندي؟ عندي هذا المعالج ايضا، يعني قاعد تشوفون انه الادرس بس والداتا بس لحد هاي اللحظة ورغم التطور شبيه باقي نفس السعة، باقي نفس السعة، لكن ايش قاعد ينضاف؟ قاعد التردد يزداد، تردد مالتي هنا وصل الى 90 ميجا هرتز مقارنة بالتردد السابق اللي قد كان 50 ميجا هرتز. بعد قامت تنضاف لي مبادئ جديدة، قامت تضاف مبادئ جديدة، واحد من عندها هنا نضاف عندي ما يسمى بالسوبر سكيل أرشيتكتشر. من اسمه سوبر معناته أنا شنو راح أحصل؟ راح أحصل على سرعة عالية جدا، فيقول لك هذا البروسيسر عنده القدرة على أداء مهام مجموعة من التاسكس بنفس الفترة الزمنية، يعني بنفس اللحظة يقدر يسوي لي مجموعة من المهام، مجموعة من التاسكس. زين، وبالإضافة إلى ذلك أنه يقدر ينفذ لي أكثر من خلينا نقول عملية ضمن one command، ضمن إعاز واحد. أغلب استخدامات السوبر سكيل هي بال يعني خلينا نقول بالمحطات، يعني بالورك ستيشن بما معناه، مو الاستخدامات العادية. هاي بالنسبة إلى بداية الظهور هي البنتيوم، وهي صارت بعدين يعني حاسبات ممكن أن يمتلكها حقيقة الشخص العادي. عندنا الكاش بدأ يفصل الكاش إلى انستركشن وداتا، كل وحدة إلها في السعة معينة، يعني هنا أخذ 16 كيلو بايت لكن قسمها إلى 8 × 8. ظهر مبدأ أيضا جديد، انضافت إعازات جديدة. شباب يعني أنا ما أعرف طريقة هسه طرح المادة قاعد سبب لكم مشكلة لولا، لأن إحنا مضطرين، يعني مثلا أنا قاعد أذكر أشياء إحنا لحد هسه على سبيل المثال ما ماخذين الانستركشن العادي اللي هو على سبيل المثال الاد الموف، لكن نضطر من قاعد نحكي بالاجيال نذكر بعض المواضيع. فمن تقرون اترجاكم انه لا تتخوفون من الموضوع، هذه كلها نرجع لها بالتفصيل. يعني واحده من الاشياء احنا قاعد نقول هسه ظهور ما يسمى بالام ام اكس انستركشنز، احنا ما ماخذين اصلا انستركشن بسيطه، لكن يجب أن أعرف يعني أنا جيل عن جيل، يعني هسه هذا الجيل نفس السعة من حيث الداتا بس، نفس السعة من حيث الأدرس بس، زين شنو وفر لي؟ شنو وفر لي بنتيوم؟ هذا البنتيوم وفر لنا ما يسمى بحاسبات تسمى سوبر سكيل، إلها القدرة على معالجة مهام خلينا نقول كبيرة بفترة زمنية قليلة أو عدة مهام بنفس الفترة. وظهر عندي مجموعة من الإعازات، هاي الإعازات تستخدم بالمالتي ميديا، يعني إحنا سابقا ترى ما كانت عندنا لا ميديا ولا عندنا جرافيكس ولا عندنا يعني نقدر نتعامل مع الفويس والفيديو، يعني هاي كلها أمور بالأجيال السابقة ما كانت موجودة. من ظهرت وظهرت الحاجة إلى هذا الشيء، أو هي الحاجة موجودة من زمان لكن ظهرت الإمكانية لهذا الشيء، بدأت تظهر عندي إعازات تخص هذا الموضوع. فيقول لك حتى أنا أنفذ
انتجر انستراكشن وبسرعة عالية وتابعة للميديا ديفايزز، أنا راح أستخدم هذه الإعازات. شنو هاي الإعازات؟ شنو المقصود بيها؟ بوقتها ناخذها أو احتمال حتى تاخذوها حتى جوز بالماجستير جوز ما تاخذوها هسه. فيعني بس أفهم المبدأ. فشباب واضح الموضوع؟ هي نعم دكتورة. تمام. بعدها هم هما ما مكتفين، ظهروا لي بالبانتيوم 1 و 2 و 3 إلى أن نوصل إلى 4، لأن صراحة إحنا مع هذا يعني أنتوا الجيل اللي نقدر نقول الله يساعدكم. السبب أنه قاعد تظهر هواية أمور ونضطر أنه نذكر بعضها مو كلها، لكن مع هذا قاعد تشوفون هي حقيقة هم مو قليلة. البانتيوم 4 هم لا يزال بنفس السعة، هم 32 بت، لكن التردد شوف صارت عندي قفزة، وصلنا إلى 1.5 جيجا هرتز، صارت عندي 1.5. الذاكرة اللي هي الكاش، وعرفنا الكاش شنو فائدتها، كأنما الزيد من سرعة خلينا نقول التواصل ما بين البروسيسر وما بين الهارد وما بين الرام، بحيث هي تكون يعني حد أو فد نقطة وسطية ما بيناتهم حتى نقدر نستغل الفترة الزمنية لأداء أكثر من مهمة. فهنا نضافوا لي كاش كان ليفل 1 فقط، ليفل 1 صار عندنا ليفل 1 ليفل 2 حاليا حتى أكو ليفل 3. هذه شن هي بتفاصيلها المعقدة تأخذوها إن شاء الله بصف ثالث، بس أفهم شنو اللي قاعد يصير أو شنو التقنيات اللي قاعد تظهر. بس كمبدأ قلنا إنه الكاش هي الفائدة من عندها إنه تزيد عملية تناقل المعلومات ما بين الهارد وما بين السي بي يو وما بين السي بي يو والهارد، يعني بالعكس. وظهر عندي مبدأ حقيقة، هذا المبدأ جدا مهم، ما يسمى بالهايبر ثريدينج. هذا الجيل او بهذا خلينا نقول البروسيسورات ظهر عندي الهايبر ثريدنج. ما هو الهايبر ثريدنج؟ يقول لك هاي التقنيه معناتها انه انت تقدر ان تجمع 2 مايكرو بروسيسورز ان 2 سنجل تشيبس، يعني انا عندي تشيب وحده ضايف بيها معالجات اثنين. حقيقه احنا بالغالب يعني كمهندسين حاسبات نحب البلوك دايجرام، افهم عن طريق بلوك دايجرام ما افهم عن طريق الشرح العام. فهنا أنا منطيني مبدئين، طالما بدينا بهذا يعني وصلنا إلى هذا الجيل راح نبدي ناخذ هسه الكور آي، أو احتمال ما نلحق بهاي المحاضرة. فعندي ما يسمى بالديول بروسيسر سيستم وما يسمى بالهايبر ثريد أو ثريدنج سيستم. شنو يقصد به؟ إحنا هم بالمستقبل إن شاء الله راح نعرف إنه المعالج بداخله أكو تو يونتس، الأولى أسميها إكسكيوشن يونت اللي هي هاي، ومن اسمها execution unit معناتها وحدة خاصة بتنفيذ الإعازات، والثانية تسمى بالبص interface unit اللي هي هذه أقصد بها. بص interface unit يعني هذه فقط عملية تناقل البيانات، يعني أنا عندي مكان ينفذ ومكان ينقل. لهذا السبب قاعد يشوفون شوفوا هذا عندي، هذا هو السيستم بص. وشن هو السيستم بص اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة؟ الهام. نعم شنو هو السيستم بص؟ شنو يمثل؟ يمثل الكون. لا ما دام سيستم بص او بصز هم ذاكرنا اياها، راح يمثل الداتا بص، يمثل الادرس بص، ويمثل الكنترول بص، ثلاثتهم. يعني هنا هو عباره عن داتا وادرس وبالاضافه يعني الى الكنترول بص. ليش؟ لأن هو قاعد يقول لي سيستم كامل متكامل. فهنا حتى تنتقل سواء أدرس باص سواء داتا باص سواء كنترول باص، ويا من قاعد تربط قاعد يشوفون هاي عملية الربط. وهذا هنا عندي السهم باي دايركشنال لو يوني دايركشنال باي دايركشنال، فعلا باتجاهين قاعد يربط. شوفوا مباشرة ويا من بما يسمى بالبص انترفيس يونت بشكل مباشر، لكن هل هو مربط مع الاكسكيوشن يونت؟ لا اشوف الرسم يعني لا ما مربوط. ليش؟ لان احنا هنا عندنا، وهاي ان شاء الله هم اشرح لكم يا هاي المساله، بس خلينا هنا بس نفهم انه انا عندي تو يونتس اللي هي الاكسكيوشن يونت والبص انترفيس يونت. اللي تربط مع العالم الخارجي يسموه بالاكسترنال وورد هي دائما البص انترفيس يونت، يعني مو اي واحد يقدر يدخل الى الاكسكيوشن يونت. ليش؟ ان هي مشغوله بعمليات التنفيذ،
ما تريد تدوخ راسها بيجيب وتعال وودي، لا ما عاد هذا الشيء، هي فقط تنفذ. منو اللي يجيب لها؟ منو اللي يدخل عليها مباشره؟ اللي يدخل عليها فقط البص انترفيس يونت. هذا شنو فائدته؟ هذا ينقل لي المعلومات، سواء كانت داتا سواء كانت ادرس، واللي يتحكم بها الكنترول بص من هو؟ هو السيستم بص مباشرة. لهذا السبب يعني ليش قاعد نقول أفهم ما أحفظ، من أجي أرسم الرسمة مالتي أرسمها، لو غلطت على سبيل المثال وحطيت هنا البص انترفيس يونت وهنا الاكسكيوشن يونت، مباشرة رسمك راح يكون خطأ. السبب لأن أنت هنا نشحاط، هنا راح تحط البص اللي موجود، وإذا ربطته بهذا الاتجاه راح يكون غلط. لكن لو نفس الرسم رسمناه على سبيل المثال وحطينا هنا البص انترفيس يونت وهنا حطيت الاكسكيوشن يونت والسهم مالتي اجيت وحطيته بهذا المكان، هذا الرسم صح ولا خطا؟ صحيح. هذا الرسم صحيح. ليش؟ لان افهم المبدا انه انا البص انترفيس يونت تربط مع السيستم، هذا هو السيستم بص، عن طريق سيستم بص ينربط مع البص انترفيس يونت عن طريق مجموعة خلينا نقول من البصز، لكن ما ينربط مع الاكسكيوشن يونت. ايش قاعد اشوف؟ قاعد اشوف انه هنا طبعا احنا ندخل بموضوع لان احنا ما شارحينه للاسف الشديد، لكن الهدف مو هذا. الهدف انا قاعد اقول انه هذا الجيل وهذا النوع هو عبارة عن ديول، يعني ديول اثنين بما معناه. فبروسيسر الاول، هذا عندي البروسيسر الاول وهذا هو البروسيسر الثاني، بما معناه قسم اليونت هذه الى 2 يونت. بعدين قالوا لا احنا ما نريد 2 يونت اكسكيوشن يونت و2 بص انترفيس يونت، انا اللي يهمني انه ازيد بعمليات التنفيذ، فسويت 2 اكسكيوشن يونت، لكن البص انترفيس يونت خليها وحده، خليها وحده. فهنا نشوف الرسم تحول الى البروسيسر متكون من 2 اكسكيوشن يونت، لكن البص انترفيس يونت بقت وحده، واكيد السيستم بص راح يبقى مثل ما هو. يقول لك هذا يسمى بالهايبر ثريد سيستم، والثريد هذا هذه الكلمه اذا كنتوا سامعيها او بالاحرى انتوا اكيد ما تكونون سامعيها، الثريد هو عباره عن هو اذا تريد الترجمه يقول لك خيط، مو خيط بمعنى الخيط، هو بمعنى سلسله من الاوامر البرمجيه اللي يسيطر على تنفيذها المعالج، اللي سيطر على تنفيذها المعالج. فلهذا السبب هاي الأوامر البرمجية منو اللي راح ينفذها؟ راح ينفذها إليه ما يسمى بالإكسكيوشن يونت. فلهذا السبب قال راح أخلي 2 إكسكيوشن يونت ضمن معالج واحد مثل ما قاعد تشوفون حاليا، وبص انترفيس يونت وحدة وأشتغل عليها. يعني هذا مبدأ ظهر وين؟ ظهر بالبنتيوم 4. بعدها من اجى عندي او هم عندي مجموعه من الانستركشن اللي ظهرت لها هذا الرمز اللي هو الاس اس اي والاس اس اي 2، وهنا هسه حتى ظهر الثري. لكن اللي يهمني شنو معنى هذا الاس اس، ونرجع لهم ان شاء الله من نجي ناخذ هذا النوع من المعالجات. هو ما يسمى بالسنجل انستركشن مالتيبل داتا، يعني يقول لك هو عبارة عن ستريمينج SIMD. هاي SIMD هي Single Instruction Multiple Data، يعني بإعاز واحد راح يتعامل مع مجموعة من البيانات. اللي أريده من عندكم تفتهمون شيء واحد من هذا، هاي النقطة إنه هاي التقنية هاي الإعازات أستخدمها مع ما يسمى بالDigital Signal Processing، يعني من أريد أتعامل مع صوت وصورة أنا محتاج إلى هذه الإعازات. الM MX هذه الإعازات، أريد أيضا أتعامل مع جرافيكس أيضا راح أستخدم هاي الإعازات. يعني من بديت أتطور بالمعلومات بدأت تظهر عندي إعازات جديدة بالنسبة إلى المعالجات. بعدها ظهر عندي معالجات ثانية سعتها اللي هي 64، ومن عندها ظهرت عندي معمارية 64 اللي هي حاسبات حاسباتنا اللي قاعد تشتغل عليها. يعني هنا غير البنتيوم سماه إيتانيوم، ما ظل هواية حقيقة هذا المعالج، ومباشرة انتقلوا إلى تقنية الكور اللي هي الكور 2 ديو، بعدها الـ I 3 4 5 6 إلى آخره، ما عدنا 6 صحيح، مباشرة الـ 7 وانتقل بعدين إلى الـ 9. هذه المعالجات مرت أيضا بمجموعة من الأجيال. شباب هذه مجرد أريدكم تطلعون عليها، يعني أنت سمن تشتري المعالج مالك يقول لك يا جيل يا جينيريشن، مو صحيح؟ فعدنا حاليا من أجوز هو حاسباتكم إذا مشتريها عن جديد احتمال الجينيريشن العاشر، سابقا إذا واحد مشتريها ضمن
يعني في السنوات شوية قديمة ضمن الجيل الرابع. احنا هسه حاليا اللي راح تنزل هو الجيل الاثناش، وإلها تسميات. التسميات هذه يعني شلون هسه معالجاتكم اللي موجودة بالنقال اللي يستخدم السامسونج، من أجي أروح إلى نظام التشغيل اللي يسميه لولي بوب والمارشميلو، سامعيها هاي كلها مو صحيح؟ الأوبريتنج سيستم. ها احنا هاي التسميات لطيفة صراحة، بس مو مهم أنا أن أحفظها. فهنا أهم هذا اللي هو يعني أول واحد مسميه نيهالم، اللي هي يقول لك نهر موجود بأمريكا. هنا ساندي بريدج، برج ساندي، هذه مو مهم، بس يفضل أن أقراها حتى يعني من أجي أوصل على سبيل المثال إلى الكوفي ليج. هاي كوفي يعني ما أقصد بالقهوة بما معناه، وإنما فد جيل معين سمى بهذه التسمية مجرد للإطلاع. بس اللي يهمني أنه أعرف أنه أنا عندي 12 جينيريشن عند هاي اللحظة تابع للكور آي، سواء 3 أو 5 أو 9. مختصر لكل هذا الكلام موجود بهذا التيابل. هذا التيبل باديلي من الـ 8، من خلينا نقول الـ 4004 إلى حد الكور اي 9، ومنطيني الأدرس باص، منطيني الداتا باص، منطيني السرع، منطيني الترانزستور والسنوات اللي موجودة. وبس أنوه عن آخر شيء إن شاء الله، وهو قاعد يشوفون سنة 2008 ظهر الـ اي 7، بعد إلا ظهر الـ اي 5 والـ اي 3. يعني شوفوا اللي ظهر بعدين الأنواع اللي نقول خلينا نقول استعادتها أقل. السبب قلنا هي فقط التكلفة حتى لا يكلف المستهلك مال أكثر، وهو قد تكون احتياجاته بسيطة، ففكروا بأن يصنعون فيرشنات أقل، لكن كفاءتها أكيد هي ما راح تكون قليلة، كفاءتها أيضا راح تكون عالية. أيضا أكيد هذا التيبل فقط للإطلاع حتى تشوف وين بدينا وين انتهينا والسنوات اللي مرينا بها. طبعا هو هسه هنا هذا 2017 ولحد الآن اللي هي 2021. شباب عندكم سؤال؟ عندكم سؤال طبعا. نعم.